رمضان شهر مشهد بالملايين. الصحافة المصرية بخير، فهي أحسن الصحافات العربية. القاهرة عاصمة مصر هوليوود مفشلة. تلام كبير جدا، تلام كبير جدا. مع شيخ الحارة، شيخ الحارة. بدأ مشواره الفني متأخر، لكنه نجح وبقى فنان مهم ومسيطر. قدم دراما وكوميدي وأدواره الحلوة كتيرة، المطرب الشعبي في كباريه، والمجنون في الفيل الأزرق، والضابط في الجزيرة. ضيفي النهاردة الفنان خالد الصاوي. أهلا وسهلا. جاهز؟ يلا بينا. يلا تفضل. قالوا عنك إنك قبلت أدوار دون المستوى عشان الفلوس، ردك؟ ممكن يبقى عندهم حق أحيانا إلى درجة فعلا؟ يعني بمعنى إنه يمكن في ظروف أخرى لو كان عندي مخزون من الفلوس، لان انا يعني الحمد لله طبعا عملت فلوس في الاخر، بس في الاخر دي انا قعدت 30 سنه يعني، فعلى بقى بدات اخد اجر اسمه اجر يعني. عملت حاجات كانت مهمه في حياتي. 30 سنه على بال ما بدات تمسك فلوس في ايدك. 30 سنة من مسرح الجامعة لمسرح الهواة لمسرح الحر الهناجر، كل دي حاجات أنا استفدت منها، الهناجر طبعا بالذات، بس كلها حاجات كانت تحتاج إن الواحد يبني ويدي. هل أقدر أقول إنه خالد الصاوي الزهر ما لعبش معاه وتأخر عليه؟ والله يا مدام بسمع أقول لحضرتك على حاجة، من 10 سنين كنت أقول لك في حاجة غلط في التركيبة، وإنه في الآخر سينتصر الصح وبتاع، ومتأكدا وموقنا إن أنا الصح وإنه كذا وفي ماشي. من 5 سنين كنت هتلاقي إجابة شكلها مطمئن، بس أنا أظن دلوقتي إن كان جواه غرور. كنت حسيت ساعتها إنه إيه، كمان انتظر كثيرا وهزم مرارا والآن ينعقد له النصر الساحق. دي فكرة خطيرة وغلط، وتمنها انك بتبدأ تغلط حتى في نفسك وفي أقرب الناس إليك، وبتسيء التعامل مع الذخيرة الحقيقية اللي طلعتك فوق. ممكن تغلط، يمكن انت بتبقاش قصدك او مش واعي انك انت بتعمل كده. قصدك تغلط في الجمهور يعني؟ زي لو حد مثلا، عشان يبقى بالبلد يعني وبالبساطة، واحد احنا بنتعايق بيك في بلدنا، ده احنا بنحبك قوي، فرفعوه فرح، اما راح بقى البندر وبعد كده راح القاهره وبعد كده راح باريس وبتاع، لما يجي يكلمهم تاني يقول لهم انتوا لسه عايشين في مثلا يعني، فاهم المثل ده؟ فاهم الصورة دي؟ عنجهية يعني. عنجهية غير مقصودة كانت الحياة مني، بس ده ايه خالد الصاوي اللي انا شايفاه قاعد قدامي النهارده ده؟ عندك حالة تصالح مع النفس إلى أعلى الدرجات. عامل مراجعات لنفسك؟ طبعًا. عشان كده بقول لك إن هي الفترة دي وده في دموع. لأن لو الناس بتسألني مثلًا بتقول لي انت ما بتطلعش كتير على يعني، انا كنت ساكن في مواقع التفاصل الاجتماعي يعني، انا ساعات بتؤدي الى انفصال اكتر من التواصل، بس هي مهمه طبعا، انما وبدين ليها بكتير من الفضل وربطتني بالناس، بس اسأت استخدامها احيانا، واسأت استخدام علاقتي مع الناس او العشم زي احيانا، اسأت لنفسي من غير ما اكون قاصد ان اعمل كده. انا بس عشان احتراما للناس وحبا ليهم، اولا انا بعتذر لهم جدا على اي تجاوزات حصلت مني على الانترنت او بتاع، بجد اقسم بالله وبقلبي يعني، انه دي كانت
مزيج من العشم والهبل الفضفضة. يعني انا قعدت سنين بكتب وارمي في الدرج. بس انا في نقطة عايزة افهمها لو ما عندكش مانع. اتفضل يا فندم. استوقف عند كلمة قلت انا بعتذر. تعتذر عن ايه؟ هل عن الكلمات؟ خلط في الامور، عدم فهم الامور، وعدم وضع الامور في نصابها، او مثلا اخطات في حق حد، هل مثلا كنت فاهم حد غلط، هل اسف على مرحله مثلا على اللغة في حياتك؟ على اللغه وعلى على اللغه على الطريقه. انا لا اعتذر عن اي موقف خدته، لكن اعتذر عن الطريقه اللي خط بيها الموقف. لو عادت الايام مره اخرى حتى بعلمي باي حاجه هاخد نفس المواقف، ولكن اعتقد اني هكون اكثر ربما تروي. اتمنى حكمة، لياقة، مفهومية، دبلوماسية. يعني يهمني ان انا غير ان اعتذر لهم ان انا اوضح لهم ان المنزلق ده بتقع فيه، متبقاش قصده. مش كل الناس كده، في ناس سافلة، بس انا مش سافل اصلا الحقيقة. طب معلش انا علشان يعني انتقل للفقره الثانيه، عايز اعرف هو، لانه الناس هتسال هو الاعتذار لمين من خالد بس. للناس اللي انا لما اشتبكت معاها على النت في مواقف سياسيه او في مواقف عامه وخرجت بره السيناريو المفترض انه انا يعني كل من تجاوزت في حقه طبعا، واكيد كل واحد يعني كان في تجاوز في حقه عارف نفسه ولازم يقبل لا الاعتذار، لانه شجاعه منك هي الاعتذار وادراك الحقيقه. انا اسف، مش هو بس الناس اللي سمعتني كمان، ما هو اللي تأذت، اللي تأذت من الحتى اللي بتحبني واللي هي كانت بتدافع عني، بس جمهورك مش كمان اللي يعني لو انا حد عملت له خذلته باي صوره من الصور فانا بعتذر جدا. بس انا اؤكد بكل ما في وجداني وكياني من تأكيد انه حاجتين. الحاجة الاولانية ان الاعتذار جاي بجد، لان انا بدأت اشوف الصورة كويس، ولانه فعلا بعد ما الواحد مر بتجارب سنتين ثلاثة اللي فاتوا واتخدع في ناس، انا حاسة بصدقك جدا، وناس كانت معارف عمر طويل وناس معارف العائلية وكل ده، الواحد بعد ده ليس لي انا كخالد الصاوي حد المفروض ان انا انحني له واعطي له واقول له انا بشكرك انت عمي وبتاع، الا الجمهور، ولا اي حد ولا اي جهه ولا اي انسان كان. فدول المفروض الوحيدين اللي ما كانش المفروض اغلط فيهم. نبدا حلقتنا. اتفضل. فقرتنا اسمها قالوا عنك. قالوا عنك، قالوا عنك. نشوف اول فيديو مع بعض. اتفضل. نشوف. قالوا عنك انك عنيد جدا ورفضت الصلح مع المنتج ممدوح شاهين، وكان ممكن انك تاخد فلوسك لو اتصالحت معاه لكنك رفضت. تعليقك. والله ان هو يبقى عنده الفلوس وما يطلعهاش ويبقى اضرب دماغك في الحيطه بقى وروح المحاكم حبالها طويله وبتاع، فده واطاله امد التقاضي، ده استغلال سيء لحق التقاضي، وسيحاسب عليه بعدها، وسيحاسب على كل زنقة هو أعني فيها، على كل فائدة حققها من احتجاز فلوسي واستثمارها، هيدفع الثمن هو واللي بيحميه أو واللي واقف وراه واللي مش بينفذ القانون. أنا صبور جدا، زمان كنت صبور بس بفضل أزعق وأعمل بتاع، دلوقتي ممكن ما زرعش بس هبقى في الحق اخطر، سواء الحق بتاعي او بتاع الناس. تاخد حقك، هتاخد حقك، هاخد حقي تالت ومتلث. نشوف الفيديو اللي بعده. اتفضل. 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 اسالي زي ما انت عايزه. اقول؟ قولي جدا. قالوا عنك من خرج من كاره اتقل مقداره. هو قالوا بنخرج من داره، ما هو هي من داره، احنا بقى عاملينها من كاره كده حتى. طب يعني انا ما قدرتش بمعنى بمعنى عشان اوصلك المعنى بالظبط. البرنامج ما حققش نجاح وما كانش قد كده، وقالوا كمان يلا بقى انه الحالات اللي موجوده دي متفبركه يا استاذ خالد يا صاوي وتمثيل. قولك
لا في حاجه تانية كمان بس مش هقولها دلوقتي. ليه؟ في الاخر ليه قوليها اقولها قولي ليه هذا. قالوا انه الفنان خالد الصاوي اكبر بكتير من برنامج زي ده، كان اقل من حجمك. طيب تعليقك. اول حاجه اتفضل. اول حاجه البرنامج نفسه فكره مش بتاعتنا، ده 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 فورمات امريكاني فرقه وفي كذا ذا جادج، ده كذا حد في اشهرهم جوري طبعا وفي اوديتين، بس انا يعني كنت مركز معايا اكتر. ولما بيحكموا بين الناس يعني يا اما هم جايين من قضاء اصلا بيشتغلوا قضاء او بيشتغلوا محامين، كانوا ليهم باك جراوند يعني في الشغل قانونية. ده قانونيه والقناه بتاعتهم ما بتدفعش ولا مليم، ده فلان بيدفع لفلان هو بيحكم بين اثنين تمام. وبس احنا بقى الوضع عندنا عامل زي كده. محطة محترمة جدا، انا بحترم جدا شبكة ام بي سي، انا بحترمكم جدا في القناة والناس، بس انا قصدي ان هم مع شكرا طبعا يعني جدا والله يعني احترم مبدئيا كده استقلالكم. انت عارف انا بتكلم على طول يعني ايه براحتك. انما هي شبكة كبيرة جدا على مستوى دي من ضمن المواصفات اللي عندنا اللي هي مش كده بتكلم بأريحية بنمتاز بيها، فاتكلم بأريحية يعني. شبكة على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العرب في العالم حتى بره قوي جدا وكبيره جدا، انها تقول هنعمل البرنامج وهندفع احنا للناس الغارمين وهنعملها بطريقه ما تبقاش فجه عشان ما نبقاش بنقط يعني بسي داخله تدفع للمصريين في البتاع يعني. يعني ده في حد ذاته راعي مشاعر الناس يعني، يا راعي مشاعر الناس وراعي صورته هو نفسه. حضرتك لو عشان ما يتقالش بيفبرك، مش ما يفبرك، ما فيش فبركه حضرتك. انا كنت بشتغل مع مجموعه تسال كلها فيها الاستاذ محمد بكير ومدام نوى توفيق وفي وثائق بقى ومعانا محامين كانوا بيشتغلوا وقضايا واللي شايل الملف عندي لغايه دلوقتي اللي هو بارقام القضايا. احنا ما كناش بنقبل اي موضوع الا اذا كان سجلت القضيه، ومره رفضت قضيه علشان لقيت ان هم مهندسين مع بعض يعني جايين قدامنا عشان عرفوا ان هم المحطه هتدفع، قلت لهم الفلوس صحيح مش بتاعتي بس انا مستأمن عليها. شوف اخر فيديو، اخر فيديو قالوا عنك خالف تعرف انت بتؤمن بالحريات. ده على اساس كل الناس ماشيه بالنقاب والقط شورت يعني مش انا وزعلان. الوحيد اللي ماشي بال يعني انت دول ولا دول ولا دول، انت عايز ايه بالظبط؟ لا لا في مبادئ لا تتجزا، انا دفعت عن ان الست يبقى ليها احترامها وكرامتها وقلت وجهه نظري في انه دول تطرفين مع انه يحترموا في اماكنهم يعني، دي على البحر مش دعوه بيها، ولو دي في مجتمعها الرابطه كذا والبتاع مش دعوه بيهم يعني ما بقولش كده. انما لما جم في قضيه معلش يعني انت لو منتقي بقابلتك في الشارع بقول لك عندي صور معاك بصور معاهم طبعا بسلم عليك هتتضايق عليها على عيني وراسي. انما هي لو قالت لي ايه اللي في سريره قلبك رايك والنبي مش بعرف ابقى مجامل قوي، بصي ما بعرفش انا بجد والله يعني ما بحضرش عروض خاصه. ولو واحده جت بهوت شورت تصور معاك يعني هتتصور؟ لو لكل مقام مقال، لو هي واحده جايه هو ده زيها وهي شكلها وبتاع زيها زي المنقبه زي المحجبه زي العادي يعني اللي انا بقول عليها يعني العادية. هي بروح حره معناها كده، ما هي حره صح، هي ما تخصنيش انا في حاجه، لكن اذا طرح الموضوع هتتصور ولا مش هتتصور؟ هتصور، بتصور مع الناس كلها. بس بص الحريات لو زقتيها للاخر مش هتقدري تكمليها في مصر. بمعنى ايه؟ انت مش قاعد على النت وشايف؟ لا انا هقول لك، بس شايف انه نسيج المجتمع كله اختلف. يس. اللبس اتطور كويس يعني الشاب والبنت هيقفوا في على الكوريش يبصوا بعض، رايح حضرتك ايه بقى؟ لا صورتوا طبعا ازاي بقى؟ كويس قوي كويس قوي. احنا عندنا مشكلتين، احنا ليه مش قادرين نصلح كتير من الاخطاء؟ لان احنا بنشوف الغلط ومش بنواجهه، ولان احنا بنعمله.
تيجي نروح بقى للمشكلة الكبيرة الدهية اللي عندنا. اتفضلي يا فندم. بعد الفاصل شيخ الحارة. أستاذ خالد، نجوميتك دي مش أمارة وكل أسرارك عند شيخ الحارة. أهلا وسهلا. مع شيخ الحارة. شيخ الحارة. الفل يا خلود، عامل إيه؟ مالك مستغربني ولا إيه؟ أنت طب أنت شايفني ولا إيه؟ أنا شايف. السلام عليكم. حبيبي. مساء الفل حبيبي يا عم خالد. مساء الفل يا شيخنا. حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. وحشني يا عمهم. حبيبي تقلان علينا ليه يا عم خالد؟ عامل ايه؟ تقلان علينا. تقلان عليكم؟ اه. ليه قلت لي تعالى جيت على طول؟ لا على الشاشه كلها. فينك من زمان؟ ده ثالث سنه ما نزلش رمضان. في اول سنه ما كانش خطا مني وكان اسباب انتاجيه، مش مقصود بيها اسباب يعني سيئه خالص، لان وارد انا اتعثر احد المنتجين، ودي خناقه مختلفه خالص عن انه يكون سيء النيه. السنه اللي بعدها اظن ان هو كان مزيج من ان انا ما كنتش جاهز، يعني خطا عندي انا شويه على ظروف جديده بتحصل ما انتبهتلهاش قوي. انما السنه دي انا ما اعرفش الحقيقه انا ليه ما اشتغلتش رغم ان انا حاولت. طب هنشوفك قريب. طيب في حاجه اتمنى بس قريب. انا مش عايز اكون كاني بشتكي، ما شغلونيش. انا عندي فرص كتيره وعروض كتيره الحمد لله، وما اقدرش ان انا يعني اللي مش عايز يشغلني ما اقدرش اغلط فيه، لانه من حكم في ماله ما ظلم. انما لو زنقت قوي ولا انا ما بحبش الراجل قليل الحيلة او الست قليلة الحيلة، يعني هضطر ان انا اتحرك تحركات مختلفة، يعني اجلها احسن. لا زي ايه يعني تحركات مختلفة؟ يعني انا ممكن امثل في بلد تانية مثلا، مش لازم امثل هنا اذا كان ضغط عليا الشاشات يعني. وتفتكر مهنة التمثيل وخصوصا لفنان مصري بتبقى سهلة انه يتجه لبلد تانية؟ تحب اقول لك ان انا سمعتك من بلدين يا عزاز عليا، بس مش يعني كلمتين، هو انت حصل كذا، طب انت فين؟ فقلت له انا شغال في كذا. قال لي انت مش محطوط في مكانك قوي، لو مش متقدر هناك احنا هنقدرك اكتر. قلت له مين قال الكلام ده؟ انا لولا الناس دي انا ما كنتش بلاقي قيمه، بس وجعتني. حرقت عليا اللي كنت اقوله. حرقت عليك اللي هتقوله؟ اه. كنت هتقول طب ولع بقى يا شيخ الحارة. حبيبي يا خلود. الحريق على مين؟ طب خد الولعه دي. قول يا باشا. وانت يساري ولا اخواني ولا سلفي ولا صوفي ولا ايه بالظبط؟ حلو السؤال ده. بص حضرتك، المسميات انا بقيت عندي مشكله فيها لانها ما عملناهاش، مش احنا اللي عاملينها. يا بناخدها من القدام يا بناخدها من الشمال، من الشماليين، من بتوع بره يعني. فانا لو عايز تحطني في حته واحده وتشوف لي لا احيد عنها، اجابه واضحه، انا مبدئي النهائي وانا محتاج اسال فيه لا صديق ولا اي حد، العدل والكرامه. تغيبهم بقى في اي، لو 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 هندي او صيني هروح العدل والكرامه. بقول لك ايه؟ قول لي بصراحه، هو انت كنت مع مبارك عمال تقول انا معارض لمبارك ومعارض لمرسي، امال اتصلت ليه؟ كلمت حد حبيبك قوي تساله على مبارك بصراحه؟ الرئيس مبارك، وانا قلت قبل كده بس هقولها بمنتهى الوضوح، الرئيس مبارك جزئين بالنسبه لي، قسمين، فصلين. الفصل الاول اسمه البطل الحربي ويستحق كل وسام خده، ولا يحق لاي جهه انها تسحبه منه، ولا يحق للجهه المانحه للاوسمه دي انها تسكت لو صدر منه. وده كلام انا مسؤول عنه حتى لو كان هيبقى فيه اي نتيجه، لانه ده احنا مش بنتكلم في السياسه، احنا بنتكلم في اعمال. مع انك عرضته وهاجمته هجوم ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. انا عرضته بقى في القسم الاخر، وهو انه حين دخل في السياسه ترك الحبل على الغالب في بعض الامور
ويحسب له طبعا ان هو عارف يسيطر على اوضاع معينه، يحسب له انه الناس كانت كلها ما بتشتكيش ان هي مش عارفه تاكل فول كويس، يحسب له ان هو كان عارف يسيطر على كل الارهابيين دول ولا ما يحسبش، يحسب له ان هو عارف باي طريقه ان هو قال هاخد هنفذ الخطه الفلانيه. انت مش عاجبك بقى ان هو او انا ما كانش عاجبني اساليب معينه وسك معينه، اذا عارضته. الحاجه الثالثه بقى عشان انا برضه واضح فيها، لانه اذا الثقت بيه اي كلمه من شبه بتاعت خيانه وبتاع قلتها وبقولها بوضوح قطع لساني يقول عليه خاين. هو في غرابه في ان انا ابقى ضده لكذا وكذا وكذا، معه في كذا وكذا وكذا، واضحه ولا فيها حاجه صعبه؟ تمام واضحه يا عمنا. بس انت ليه ما رحتش تزوره؟ ايه تطمن من بعيد لبعيد ليه؟ بقول ايه بدون ايه بيقول لك انت ليه ما رحتش تزور الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وبتطمن عليه من بعيد لبعيد ليه؟ في عز بقى انا كنت معارض في بس في حاجات، في حاجات يا عم ما تجرناش لحاجات يعني، يعني عيب ان الواحد يقولها يعني، هقولها عشان مش عشان اطلع جدع ولا بتاع، بس عشان اوضح بس انا بفكر ازاي. طيب اتفضل. لما حصل مصاب أليم عندهم وكانت الناس كلها اتضايقت جدا لما حصل فقد حفيده ارحمه الله يرحمه، انا بعت ورقه وانا اسمي في امن الدوله الفنان الإساري ومعروف ان انا في منظمه كذا واكيد مش عايز منه حاجه، بس انا حاسس ان انا عايز اعمل موقف انساني طبعا يعني، بس مش عايز حاجه. انا بنزل في المظاهره تاني يوم وبقول يسقط مبارك، بس يسقط لكن ما بشتموش وما بتاع ثم امال كانوا بيعلمونا ليه ان صلاح الدين الايوبي بعت لريشارد قلب الاسد الدكتور ولا ده كان الاستاذ احمد مظهر بس والاستاذ، واحنا بنتعلم حاجه وبننقل في الحياه حاجه. انا اسف يعني. طيب بقول لك ايه، مين اللي ضغط عليك تعمل اعلان وزاره الصحه بصراحه؟ وزاره الصحه انا عملت وزاره الصحه اعلان لوزاره الصحه ولو في اكتر من كده لازم اعمله. ده بيقول هدف. لك مين اللي ضغط عليك؟ ضغط عليا ايه يا عم الحاج؟ انا ما حدش الحمد لله بيضغط عليا. انا بقول لك انا ما حدش يقدر يضغط عليا ابدا من اي حته. عارف ليه؟ لان بقول لك انا الساموراي حبيبي، الساموراي ابو سيفين، واحد يقاتل بيه ولو اتزنق خالص مع التاني عشان يخلص على نفسه ويمنعك من شرف انك تخلص عليه، ده بالنسبه لي. فاهم؟ ليه توصل الامور يعني لهذه؟ يعني ما يضغط عليا. انت فاهم قصدي ايه؟ المرحلة. ده المثل بالنسبه لي. يعني انا اجتهد. ما تتعصبش طيب، اهدى. انتجد ما هو اقرب من الحياه والموت. ان تحب الحياه دون ان تكون عبد ذليل ليها، وان تهاب الموت دون ان تكون عبد ذليل قدامه. في حاجه اسمها الشرف، الاونر. المقاتلين اللي كانوا بيعملوا كده من ايام الرومان او المصري القديم او الفرعوني فانا ما حدش يدخل عليا ابدا. هيضغط عليا ازاي؟ اتكل بقى يا شيخ الحاره وكفايه كده. خلاص بقى كفايه عشان انا مش ماشي بالذات حلقه خالد اربع فرد وبربريز عشان ما عارف يعني هجيبها هعرفها اربع فرد وبربريز حبيبي يا حبيبي يا ابو الشيخ. طيب شيخ الحاره مشي وبعد الفاصل ضرب نار. ضرب نار؟ ضرب نار. هو فينا من كده؟ الفقرة دي ضرب نار، وأول حاجة فيها يمين ولا شمال ولا شمال ولا شمال؟ اختار. هقول لك دلوقتي يمين ولا شمال ولا شمال. تقدر دلوقتي تختار يمين ولا شمال؟ شمال. شمال؟ هو شمال حضرتك؟ كنت تقول انا عايز الشمال ده. يلا ده. ليلى علوي اشترطت تعديل اسم المسلسل اللي شاركتك بطولته من عم دافنشي لهي ودافنشي عشان ما يتنسبش المسلسل كله ليك، صح ولا غلط؟ حقا. يعني صح. حقا. وما زعلتش؟
بالنسبه لي كان سواء قلنا عم دافنشي او ايه دافنشي او بس عم دافنشي هيبقى منسوب ليك انت في الاخر في الشارع كان اسمه دافنشو مسلسل دافنشو. يعني ما زعلتش ما تضايقتش؟ لا ما زعلتش لانه انا هكسب فنانه كبيره وعلاقتنا كويسه ببعض وهنعرف نعمل شغل كويس مع بعض في مقابل ان انا مش هخسر حاجه. بس انت ما كنتش وقتها متصالح التصالح اللي انت فيه دلوقتي ده؟ لا 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 لا. فازاي انك وافقت؟ يسال حضرتك انا كتبت على النت ساعتها ايوه ان هو مش بس يبقى المسلسل يتغير الاسم لكذا ان كمان لو نزل اسمها في التتر قبلي فده احتراما لشغلها وتاريخها. انا ممكن ابقى اكبر منها بس هي اقدم مني في طبعا طبعا في ده ومحققت حاجات كبيره اشتغلت مع ناس نجمه يعني طبعا. فوق العادي فوق النجوم النجوم اللي بيطلعوا بينزلوا بتاع تحترم ويحترم تاريخها ويحترم اسمها ويحترم مجهودها ويحترم التغيرات اللي هي بتعملها كمان في حياتها اللي قدام. يمين ولا شمال؟ شمال. انت ضايقت من اليمين شكل؟ لا خالص. افضل مخرج اشتغلت معاه؟ مروان حامد، شريف عرفة، وسامح حمد العزيز. كلهم مخرجين كبار يعني لا شك، لكن في واحد بترتاح معاه؟ مروان حامد. لا يا مروان حامد احنا تمام. يعني اكتر من التفاهم اللي فاهمين بعض. يمين ولا شمال ولا شمال ولا شمال؟ شمال. شمال طبعا. يساري بقى بس انا بطلت المستبعات قلت لك انا بتكلم في الجوهر دلوقتي. هتجاوب بصراحه؟ ربنا يسهل. فشل فيلم كارما السبب فيه خالد يوسف ولا عمرو سعد؟ خالد صوي خالص. لا أنا ما لا أولا لازم تجاوب فشل. بس فاهميني يعني فشل دي انت متاكده منها؟ زي ما قلتي برضه زي ما قلتي فشل الـ 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 البرنامج له جمهوره في شال بقيم. لا مش قصدي يعني في ايرادات بتقيم في السينما طبعا عندك حق. دي مش ارائي، دي اراء الجمهور والنقاد. ان هو ما حققش نجاح كبير يعني طبعًا. او حققت نجاح؟ ايوه طبعا والله. بالنسبه لافلام خالد يوسف في العشر سنين الاخيره، هل فيلم كارما ده انت شايفه انه حقق نجاح نسبه ليهم مع كم النجوم اللي كانت موجوده في الفيلم؟ هو ده كان المفروض كل النجوم دي تقلب الدنيا. بصي يا استاذه، عدم التوفيق يحدث من عده اشياء. احنا بنشتغل في اسباب لعدم التوفيق. بنشتغل في مهنه جماعيه اصلا. أيوة. مش خالد يوسف مش معاه مضرب تنس ونازل يلعب على بطوله العالم لوحده يعني. مش في انتاج وفي ممثلين وفي هو عنده افكار وفي تشكيل الافكار وفي تاني وفي ليدر للعمل هو يعني لما احنا ننجح خالد يوسف خالد الصاوي وعمر وزينة ناخد احنا الجوائز، ولما العمل يتعثر يلبسوا المغزى او المخرج. بس خالد يوسف مخرج ند والعمل بينسب له. الفيلم ينسب صح. احنا بنقول المخرج الفيلم للمخرج خالد يوسف. في مخرجين بيتكلم فيلم المخرج شريف عرفة. ايوه بتروح الفيلم عشان هو شريف عرفة ريجاردس او بغض النظر. لا عشان لا نجوم لا في الاخراج. لا, 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 لا حتى لما اشتغل في كل الاحوال شريف عرفة لو خد شباب بيتخرج من المعهد ممكن يعمل فيلم كسر الدنيا. اخر سؤال، يمين ولا شمال ولا شمال؟ شمال شمال. خلينا بقى لما نشوف احنا مدام ضربه نار بقى. احمد زكي الله يرحمه حسين عمل شخصية عبد الناصر أفضل من خالد الصاوي. فيها تعليقك؟ أنا؟ دي فيها كلام يعني أنت عايز تقارني يعني أقول لك إيه يعني مثلا أنت واحد نازل يلعب النهاردة ماتشين ثلاثة وحي طقطق لسه أو ربنا يعلم تقارني بصالح السليم؟ طب ولما أنت عارف قوي كده ليه أقدمت على العمل ده كده بكل جرأة؟ لو ما عملتوش كنت هندم عليه النهاردة. أنا ما عنديش مانع إن أنا أعمل حاجة وتفشل، بس عندي مانع يتحط في السي في بتاعتك. أجبن أنا يمينش أكتر من السي في، السي في أنا قدام نفسي. خلي بالك أخطر واحد في العالم ممكن يأذيني وأخاف منه هو أنا. أخطر إنسان أنا أخاف منه وأعمل له 100 حساب. أنت مغامر. مغامر فدائي. المكاسب وراء البحار وراء الغابات مش طيب.
اسئله يمين ولا شمال؟ الحوار اللي فيها سعي وجود، مش اللي بيشتغلوا الناس يعني. طيب اسئله يمين ولا شمال خلصت، ودلوقتي لو لعبت يا زهر. وصول بعد ضرب النار نلعب الزهر. اتفضل. لو لعبت يا زهر. يا زهر بتعرف تلعب طاوله؟ ما بعرفش العب طاوله، وما بحبش العاب الحظ، بس بحب المونوبولي. دي مش حظ يعني، المونوبولي. اه الحاجات اللي فيها من ده فيها فلوس. طيب اعمل ايه؟ ارمي الزهر وهقول لك هيحصل ايه. ارش الزهر. طيب انت على فكره انا عايزاك تلعب. مش الله الله، 6-6 من اولها كده. طب اهو يعني وشنا حلو عليك، حظك اهو ابتدى. احنا بنحب بس نتكلم عن نفسينا. 12 يعني هطلع لك رقم 12 من عندي هنا. اتفضل يا فندم. اندفاعك وتهورك السياسي خسرك كتير، تعليقك غير صحيح. ما خسركش قصة يا ده، قصة النظر اللي يشوف كده، لانه القصة مش في السياسة خالص، لان انا وكارل وواكد لا عايز ابقى وزير ولا عايز ابقى مدير ولا عايز ابقى مسؤول رئيس ولا عايز ابقى أي حاجة. اي منصب، اي حاجه تطوعيه على عيني راسي، اي حاجه استشاريه ان كان في مجال ليها في اي حاجه على عيني على راسي. فاي حاجه هعملها في السياسه هكسب بالفن ان شاء الله دائما، واصرف على اعمال تطوعية زي ما كنت بعمل وانا بخمس صيخ بكسبهم وبصرف قرش، هيبقى نفس الوضع ده. طب رايك السياسي كسبك ولا خسرك؟ ايه رايك السياسي كسبك ولا خسرك؟ هو انا لما اخسر ناس فاشله ولا فاسده ابقى انا خسرت؟ انت خسرت ناس فاشله اكيد. لما تيجي عند زي مين؟ في ظلم ما فيهاش الظهر، الحق والعدل دي اسامي ربنا، ولا احنا بنقول تمام الكلام. طالما فاشله وانت مبسوط ان انت خسرتهم، قول لي اسماء. اسماء يعني ايه؟ يعني انا مين الناس اللي خسرتهم الفشله؟ لا 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 ده كلام برضه مش حابب يعني. لا لا انا عندي فرصه ان انا اتكلم في التلفزيون وعندي مستمعين وعندي ناس بتحبني، امسك حد ما عندوش نفس الفرصه المتكافئه دي وافسخ فيه. هو لو مكانك كان هيعمل ايه؟ كل واحد بيعمل باصله. طب اعمل باصلك ورمي الزهر. حاضر. يا الله يا معلم. زوق الزهر اللي عندك. العب يا معلم. زوق الزهر اللي عندك. ثانك يو. بنك مصر. 5-5-5-5. خمسة خمسة. تنبسطش قوي يعني، السؤال مش حلو. أقول ولا ما أقول؟ سيطر. أقول طبعا. خالد الصاوي نجم في الأدوار التانية، لكن في البطولة مش قد كده، تعليقك على أو ردك؟ على إطلاقه يعني ممكن أقول لك الكلام السينما. ده على السينما. السينما؟ آه ممكن ممكن يعني الحتة اللي أنا قدرت إن أنا أبنيها والله يسامح اللي مش اللي هيعطلني فيها، هي مسلسل رمضان بالبطوله او اللي ينتسب الي او بتاع، دي اللي نجحت فيها الحمد لله. لا انت مسلسلات اهل كايرو وخاتم سليمان. أوه. طبعا يعني قانون المراغي. تمام تمام. لا عالميه طبعا. لا كده في السينما الوضع مختلف، وانا عليا ان انا افهم الوضع المختلف بدل ما اقف وارمي طوب واقول. قصدك ان انت لسه ما فهمتوش؟ لا ممكن كل شويه تفاجئ اكتر. السينما طبيعي انها تحب يعني. ممكن نشوفك دلوقتي بطل في السينما؟ طبعا ممكن جدا، بس هتوافق؟ مش أيوة هتخاف مش من التجارب اللي فاتت قبل كده؟ ما احنا لا ما مش هعمل الفيلم اللي يكون حضرتك جايباني فيه بطل اول عشان انت مسترخصه الميزانية. ده مش هعمله، ومش هتحكي عليا تاني بجزرة انه ايه رأيك تعمل الشخصيات الحلوة اياها. تمام. انما هتجيبني. لا بس خليني اقول لك حاجة من غير زعل. لا من غير زعل. انت نضجت جدا فنيا ولا ايه؟ فنيا. تمام فنيا. تمام.
وفي علاقاتك اسلوبك في التعامل مع المشاكل. لسه ما لا يعني في تغيير فلان يمكن فلان في طفره يعني، بمعنى ان انا بقيت فاهم وواثق باللي بعمله وبجرب فيه وجريء على نفسي في التبتاع. ماشي وصلت لحاجه ماشي، بس لو وقفت عندها بقى راجل حمار على طول. اكسكيوز ماي فرنش. ما تقولش على نفسك كده، انت امور. ارمي الزهر اتفضل. خلي بالك لو جه رقم انت جبته قبل كده بيطلع لك الجوكر اللي هو اول سؤال اصعب سؤال، خلي بالك انت اللي بترمي هو بقى واحنا عايزين بنشوف. والبكاء بيتجد. ستة 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 ستة. نفسي امثل مع احمد عز ولا محمد رمضان، تكتب ايه؟ اكمل ما ياتي ام ممثل اخر؟ انا بمثل دلوقتي مع احمد عز، عايز امثل مع محمد رمضان. انت بتمثل مع احمد عز في ولاد رزق اتنين، توفيق ان شاء الله. بس افرض فعلا كلمك وقال لك استاذ خالد الصاوي عندي دور عايزك فيه معايا، واتضح انه ضيف شرف. كان هيحصل وفي حاجه حصلت فعلا فركشت الموضوع، بس ان شاء الله يبقى فيه في. وقبلت وقتها؟ اه انا عارف الحته اللي انا نجحت فيه انتزاعها من الواقع والسوق والبتاع، الحته دي ما اطلعش بقى وافد على كل حته. مسلسل رمضان يا اما اعمله صح وينسب الي او الي مع اخرين بس تيتا تات او بنديه، يا خلي العسل في جراره لما يجي يقدر بيقدره كما ايه قالوا يعني النمع. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. النمع الفيلم وما بين رمضانين ممكن ابقى بطل تاني او تالت او انا متواضع جدا، ان شاء الله تطلعيني في ربع ساعه هاجي ادي دوري اخد الجائزه وامشي وخلاص. السلام عليكم. جماعه واثق من نفسه والله. لا 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 واثق من نفسه باذن الله. اخر رميه زهر. اخر رميه زهر. اخر رميه زهر. ربنا ما يجعلها اخر الاحزان. اوعى تجيب رقمين. يو 4-4. ده انا لاعب طاوله يعني. بس انت الثمانيه دي لعب. اول مره مش كده؟ انت ما جبتهاش قبل كده؟ لا. انا ظنيت انك جبتها. جبت 6-6 وجبت 5 وجبت طيب حاجات وحاجات. ايوه من الواضح نادم على تجربتي في فيلم الضيف، صح ولا غلط؟ الضيف؟ يا رزح. يا رزح. رد يا سيدي الكلام غلط. ساتر. رد يا ساتر. صحح. لا طبعا ده انا بشكر هادي البجوري مخرج الرائع. انا بتابعه اصلا من ايام واحد الماظ يعني، يحط ايده في اعلان او يحط ايده في كليب او بتاع. طب ليه تعرض لهجوم؟ ما يتعرض هجوم كبير ليه يعني؟ هو ليه احنا بنبقى السبب يعني؟ ما حلو ما بيختلفش عليه اتنين. هل احنا ضعف لدرجه انه كل ما نتعرض لهجوم نتوتر ونعمل كونتر اتاك ونتخانق؟ طيب احنا للدرجه دي خلصنا ضرب النار. بعد الفاصل صوره وتعليق. الفقرة دي صورة وتعليق. صورة وتعليق. وتعليق. جاهز؟ إن شاء الله. نشوف أول صورة؟ يا ريت. أول صورة. الفنان الراحل خالد صالح. بس يا حبيبي أخويا. أخوك أنا زي ما بتريد أمك. ما كانش في أي تنافس ولا غيرة ما بينكم؟ لا لا خالد 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 أبو الشلة. في الشلة دي مين أكتر واحد موهوب؟ كلنا على بعض؟ آه. خالد صالح. خالد صالح. ده اعتراف منه. طبعا 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 في سن 17 هو عارف عايز ايه، بعمره ما راح لا اخراج ولا كتابه ولا بتاع، بيتذوق الشعر وبيحب المزيكا والبتاع، لكن هيبقى ممثل وبقى ممثل عظيم. انت شايف ان هو مشي صح؟ اختصر لك حضرتك. لما انا كنت بخرج احيانا كنت بمثل وانا بخرج، لما يجي دور عايز اتفرج بقى الاخراج واتفرج على حد يعمله احلى مني كان بجيب خالد. بس نشوف اللي بعده. اللي بعده
المنتج ممدوح شاهين. مش منتج ولا حاجة، احنا ده ولا المنتج ده يعني راجل له مواصفات معينة، انما ده بيتلبس الحاجات يعني. لا مش هذا الشخص، يجب ان بعد ما يعني تنتهي القضايا وتستمع الى غرفة السينما وتستمع الى الاجهزة اللي انا اتكلمت فيها، هيكون حسابه عسير هو ومن وراه. اللي بعده الفنان باسم سمرة. اقول لك اول باشا تشوف مع بعض في كان في حلقه الملاكمه في شمال مسلمين. احنا تم نتمرن واحنا مسلمين مش معروفين. احنا بنكون اكبر يعني، انا طبعا اكبر منه بس يعني كان عندنا بتاع 34 سنه 35 بعد فيلم عبد الناصر، وبتمرن طلع بقى غلي بعد الفيلم ما وقع عايز فتقابلنا وكان هو بيحضر الشغل كمان في المدينه اظن. فالمهم ان انا لابس بقى الغلابه في العوبيان وبتاع، فايه فدخلت فبصيت لقيت في عمال وفنانين اعرفهم من زمان، بس انا برضو ما كنتش متودك قوي لسه معاهم يعني. يعني ما كنتش حاسس برعم الاحراج برضو شويه؟ طبعا طبعا طبعا، بس ايه بس يعني الفتوانه الاولانيه بتاعت هل سليماني دي بعد كده تلبس الجلابيه ايه شكلها، فالممر بقى لغايه الاستوديو، فتخش الاستوديو فتلاقي ناس ايه في الجنبات كده، فانا عايز اقطع الموضوع ده، قلت لهم اتفضلوا ارموا عليا في لا بتاع ايه فضحكوا. فتاني مره لقيت انه لا الوسوسه لابس يزداد، فرحت باعد قوي بقيت انا في حته بعيده قوي عن بس مستغلة بقى قوه صوت على الاثنين. باسم يا خلود احنا اول مره تعملنا فين فاكر؟ قال لي حلقه الملاكمه. وايه اللي حصل كده؟ قلت يا حلوين حد يحب يجرب؟ انا وباسم هددتهم يعني على بضحك على بتاع لانه يعني مسخره خالص. طبعا انا برضو مش تمام يعني دور خنيق كده. خالد قوي اعترف اخيرا ان الدور خنيق. اخيرا اللي بعده الله ازاي تطلعوا المدام عشان حبيبتي قلبي احلى حاجه في حياتي. مي زوجتك اكتر حد انا للاسف يعني دايما بتتكي على عايز اخليها عليك دي، بس انا زودتها قوي. وان شاء الله ربنا يقدرني واعرف اعوضها على كل الشرود اللي انا فيه والانهماك والمبلوع في الشغل، وبعدين اخش في حالات نفسيه. ما هي برضو جوز حد كل المطبات دي هي واجهتها معاك وتحملتها. طب بقول لها بقى رساله شكر واحنا كده في شهر رمضان وايام جميله وحلوه يعني الحاجه يعني اقول لها ايه؟ بص بقى للكاميرا كده ووجه لها رساله بكسف حاجه. اقول لها الله يرحم والدتك، لانها فعلا انا ما قابلتهاش وشفتها، شفت شغلها، شفت مجهودها، شفت تربيتها، وشفت الله. طبعا ربنا يديله الصحه اللي هي العزيز الراجل محترم جدا، فهي يعني الانسانه الجميله دي اصل الصح، التربيه المظبوطه جدتها لما وهي برضه بتحس بالتاريخ بيقول لك يعني الاصل بجد. ابوها يوم ما يعني واحنا بنتفق لما حكيت له شويه حاجات كده وهو راجل شديد القوه والبأس وقلب رقيق جدا كتر خالص، يعني هتفر الدموع منه على القصه المصريه وحلف لا لا انا استأمنك على انك انت واحلفك انك انت تاخدي بالك من اهله كده يعني فاهمه الوسط اللي هي طالعه منه الاصل عامل ازاي. هي بقى ده على بقول لك شبهي بس على بعض الله يخليكم لبعض. اكسكيوز ماي فرنش. وبتستحملني. انت انسان عصبي جدا. لا انا اسمع لا سلامتك. لا وحش يعني مش وحش عشان سيء النيه، لكن وحش عشان سيء التصرف احيانا. ربنا يخليكم لبعض يا رب. صورنا خلصت ودلوقتي اخر فقره ملك ولا كتابه. ملك ولا كتابة؟ ولا كتابة؟ العملة هتلف وانت هتقول ستوب. لو ملك هسألك سؤال، لو كتابة هتسألني انت سؤال. الله أكبر، ربنا يستر يا جماعة. جاهز؟ اتفضل. ان شاء الله.
ملك ولا كتابة؟ كتابة. هوب! ايه ده؟ ايه ده؟ لا في ملك. لا لا هوب يبقى هوب. لا لا في انا هصوت طلب التحقيق. بس انا هقول لك هي ما بتقفش مره واحده، كل مره هتبقى كده يعني اللي هي قولوا بقى طالعه من حسابي عشان طب نعملها تاني؟ لا خلاص اتفضلي. طيب هل ممكن تعمل فيلم عن مبارك زي ما عملت فيلم عن جمال عبد الناصر؟ لا، بس لسبب معين، ان انا شهادتي مجروحه ما ينفعش الا اذا عملت. طب انت كفنان المفروض تكون محايد. لا 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 مش دوره جاي لك. لا مش 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 في حته شبه كده لانها صعبه قوي يعني. اذا لقيت انجل او زاويه معينه انما لو هتجيب لي فيلم عشان اطلع اتكلم هجمه يعني ولا بتاع فلا. ملك ولا كتابه؟ كتابه. السؤال انت حاضر على طول؟ فعلا؟ هل حضرتك، بس خليها سر دي بينا مش عايز اي حد يسمعها خالص خالص. الناس سمعت. هل حضرتك تعرفي لو قلت لك انا عشان انا معايا احكام ما بتتنفذش عندك حد تثقي فيه، يا اما بدل ما اعمل شوشره واحنا مش في وقت يبقى في شوشره دلوقتي واقدم شكوى، ممكن اقدم شكوى في اكبر الناس ما عنديش مشكله، وانا مش بعمل كده عشان محترم ان احنا في ظروف صعبه وفي حرب، اقدم لك الحاجه تقدميها له من غير ما اكون طالب حاجه مش قانونيه ولا وساطات ولا بتاع عندك. طب ما انا نفسي عندي حكم مش عارفه انفذه. طب شكرا ثانك يو على محمود بارك. هات انا وانت نشوف لنا واحد. جولدك يا اخر حاجه، ملك ولا كتابه؟ ايه بس كفايه كده. تعالى وكده فرصة والناس مش سامعانا خالص ولا واخدة بالها وهتجاوبني بصراحة يعني. مين اللي مقعد خالد الصاوي في البيت؟ لا ما حدش قعدني في البيت، أنا الحمد لله بشتغل. أنا بشتغل عندي السنة دي كام فيلم اشتغلته. سر يا عم بتعلي صوتك ليه؟ لا 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 في حد هجيبه هجيبه لأنه لا يمثل احدا. لا يمثل احدا وهو كر حلو برضه ويرتكب اخطاء كل مره وانا سيء جدا لما برقد لحد. انت بترتكب اخطاء وهجيبك هجيبك لما ابقى متاكد اني بدي الضربه للمكان الصح، مش اجي اضرب فخبط في البيت كله في الوقت ده. يعني حطك في دماغه الشخص ده؟ حاطتني في دماغه الشخص او العصابه او المجموعه او الشله، لكن ما هياش جهه بالمعنى المقصود. ليس مقصود. لكن لو انا عملت ده دلوقتي هتفهم من الامور غلط، وانا بكرر انا بحترم ان احنا في حرب. حلقتنا خلصت. بجد انا استمتعت جدا مع أنا حضرتك. انا اتعصرت خلاص. انا عشان كده بقول خلاص بقى. انا بحترمك وبحترم الناس اللي بتحب شغلها وبتعمله باخلاص. ارجو ان احنا ما نكونش تقلنا عليك ضايقناك. لا 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 خالص خالص. بس هموت اروح اكل عشان ما اتخليش من الصبح. الفرخه والاذان هيفضل. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم ونورتنا. كل احبابك واصدقائك وزملائك ومشاهديكي نشكرك بخير ان شاء الله. شكرا يا استاذ خالد الصاوي. مشاهدينا حلقتنا خلصت ونشوفكم بكره وتصبحوا على الف مليون خير. الف سلام. أنا بسطت شخصيا يعني عندي فرصة إن أنا أتكلم بصراحة وأتسأل بأسئلة مباشرة وصريحة، عندي فرصة إن أنا أوصل للناس حاجات أفضل بكتير في الوقت ده من لو كنت كتبتها. بالنسبة للناس اللي بتنافس هيبقى شغل حرب وتعب، لكن أنا بالنسبة لك الراجل لذيذ. بقول لك إيه؟